طريقة عمل القمر العراقي والكريم الحر بالبيت بدون استخدام حليب الجاموس وبمكونين فقط. راح نحتاج لتر كامل من حليب البقرة الكامل الدسم مع لتر من كريمة الخفق أو كريمة الطبخ، والأفضل يكون قوام الكريمة ثقيل ودسم مثل هذه الكريمة. ممكن تكتفون بالحليب وكريمة الخفق فقط أو تزيدون عليهم علبتين قشطة لزيادة الدسم. نخفق المكونات سوا على البارد ونرفعها على النار ونستمر بالخفق حتى تتكون قشطة الحليب على الوجه. وأول ما يبدي يغلي وقبل لا يقلب نطفي عليه النار وننقله مباشرة إلى صينية أو شرح مستطيل، وننقل الشرح على الطباخ وعلى عين جدا هادي لمدة ساعة ونص، أو نشغل عليها عينتين وأيضا نار جدا هادي حتى تتوزع الحرارة على الصينية. بعد مرور ساعة ونص نطفي عليها النار ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعدها نتركها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة. نطلعها من الثلاجة ونبدأ نحرر الأطراف بالسكين ونقسمها إلى 4 أقسام بالطول حتى نلفها على شكل رولات هذا الشكل. وإذا كان حليب الجاموس متوفر عندكم ما تحتاجون تضيفون كريمة الخفق ولا القشطة لأنه أصلا دسم جدا. وهذا الشكل النهائي للقمر واللي ما يختلف بالطعم كثير عن القمر العادي، والحليب المتبقي بالصينية راح يكون أيضا جدا دسم ويشبه بالضبط الكريم الحر المتوفر بالأسواق. إما يتقدم مثل ما هو مع الصابون أو نرجعه على النار مرة أخرى ونعيد العملية مرة ثانية حتى نستخرج طبقة ثانية من القمر. وألف عافية.